أيضا الأخ شعيب يعني في ظل حالة الارتباك اللي عيشها بعد الرد، أول شيء حاول يقول لا رئيس مجلس الأمة قال أنتوا اعتديتوا واختطف مثل ما شرحت لكم راح أوزعكم، نظرت في الشاكي، نظرت في العرض، من ضمن العرض المرفقات كانت موجودة أحكام المحكمة هي اللي أخذت منها هذه الصيغة، غيرها بقدم طلب شو يقول ناقش الشكوى في البرلمان الكويتي، غير حكي هذا. الآن تروح تقدم شكوى إلى البرلمان الدولي، ما تبي تناقشها في الكويت، ما تبي تطلع زملائك النواب، ما تبي أحد يعرفها، عقب ما تناقش وترفض بالإجماع أي أنا بناقشها في البرلمان الكويتي، أنت موجهها للاتحاد البرلمان الدولي، شنو القرار اللي بيأخذ البرلمان الكويتي بعد ما رفضت في الاتحاد البرلماني الدولي؟ وبعدين شكوتك تبي تناقش تصريحات الرئيس؟ أنت تكلمت عن الأخ عبد الله اليوعان وزملائه في صندوق المشاريع الصغيرة وقلت ما أنزل الله به من السلطان من كلمات غير لائقة بحقهم، ولما المجلس قرر أو يطلب التحقيق أنا ما استكملت لأن الإجراء الشكلي ما تم. أنت تيجي تقول أنا أحاسب ولا أحاسب، أنت فاهم الدستور غلط، أنت فاهم الدستور غلط، لازم تقرأ، لازم فاهمه غلط. أنت تحاسب وفق الدستور، وإذا خرجت عن إطار الدستور لا تحاسب، ما في أحد محصن من كل الأخطاء. فبعد ما تروح تشتكي وترفض تعال أنا بناقشها في البرلمان الكويتي، لا وتقول لي خلك شجاع، أنا الحمد لله شجاعتي شهد للشعب الكويتي سواء في الداخل أو في الخارج، ما عندي مشكلة في هالأمر. أنت اللي محتاج إلى أبر شجاعة حتى بس تقول شكوتك نشرها من تقادر، شكوتك قاعد مرتبك يقولوا لك الناس انشر شكوتك وخل الرئيس ينشرها، أنا اللي شاكي ولا أنت؟ انشر شكوتك من أول صفحة إلى آخر صفحة ما بالناس، لا تنطر إذن برلمان ولا غيره، أنت صاحب الشكوى منفردا وحق النشر يعود لك منفردا، انشرها كاملة من أول صفحة إلى آخر صفحة، حتى لو يقولوا لك دير بالك لا تنشرها قول لا أنا شجاع بنشرها، أنا قدمتها بنشرها، حتى أعرف شلون أرد عليك على نقطة نقطة بعد ما أنت تنشرها. أنت تكلمت عن نيابة، تكلمت عن حكومة، تكلمت عن داخلية، وتكلمت عني أني لم أقوم بدوري، انشر شكوتك وأنا أحط كل الأمور اللي توضح كل الحقائق للشعب الكويتي.